حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج دراما تايم. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على هاي الأعمال الدرامية، ومو بس شي، حتى أفضل الممثلين وأفضل المشاهد اللي أسرت قلوبكم وقلوب متابعينها من الجمهور. ونبتدي بفقرتنا المميزة مسلسلاتك اليوم. في الجزء الأول من الحلقة بنتكلم عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وفي الجزء الثاني من الحلقة بنتكلم عن مسلسل العربجي. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة قصته المستوحاة من أحداث حقيقية بطريقة درامية جذابة، ينجح من خلالها في الحفاظ على انتباه المشاهدين واهتمامهم بالأحداث طول الوقت. تدور القصة حول فتاة بسيطة تدرس بأحد المعاهد، تدعى شيماء اللي تقوم بدورها سلمى أبو ضيف، تعاني وأسرتها من ظروف اجتماعية صعبة، لكنها تتحول إلى ترند بعد أن تقنعها أختها الصغرى نسمة اللي تقوم بدورها ليلى زاهر، طالبة الثانوية المهووسة بتيك توك، بالظهور معها في فيديو. تدخل شيماء عالم الشهرة السريعة، إلا أنها سرعان ما تكتشف الوجه الآخر لهذه الشهرة. كل فرد من العائلة يدور في دوامة لا ترحم، فالأم حميدة اللي تقوم بدورها انتصار تعاني من ضيق الحال، خاصة مع ظروف زوجها العاطل عن العمل اللي يقوم بدورها محمد محمود، بينما تعاني الابنة الكبرى آمال اللي تقوم بدورها فرح يوسف من زوجها المتلاعب وغير المسؤول اللي يقوم بدوره السلام إبراهيم، وتحاول توفير الدخل لأسرتها الصغيرة ومساعدة أهلها بنفس الوقت. بس بقول لكم ايه، عاوزة كل واحدة بالله عليكم تقول اللي في نفسها، مش عايزة واحدة تخلي في نفسها حاجة. ها، وبالمرة أنا كمان أشتكي على ابنك المتحرش اللي بتدبقلي في الراحة وفي الجاية. أحببنا أداء سلمى أبو ضيف اللي أثبت تطور ملحوظ واكتسبت تلقائية خاصة في المشاهد المؤثرة، لكن أكثر ما أعجبنا حقا هو تجسيد انتصار الصادق والعميق لشخصية حمدية، فتارة نتعاطف معها وتارة أخرى تستفزنا أفعالها، كما هو الحال تماما مع شقيقها بندق أحمد فهيم الشهير بدور سيد في جعفر العمدة. تهبلة بقى لما تكوني جايباني حنة اللي اسمها هبة تاتو دي ومش قايلالي خطتك فيها ايه ولا قصدها ايه؟ قصدها وخطة ليه يا ماما؟ ده على اساس اني قعدت ادرب لهم كده برجلي في البيت واقول لهم والله ما انا رايحة في حتة، والله ما انا رايحة حنة صاحبتي غير لما شيماء تيجي معايا، ما انت جيت هنا برجلي. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف وانتصار ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وأحمد فهيم وفرح يوسف وليلى أحمد زاهر وآخرون، وأيضا من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. مشاهدينا أكيد نشوف معاكم الإعلان الترويجي للمسلسل ونعود للتفاصيل. تيك توك ده بقى رزق الهبل اللي زي تعمل إيه يعني عشان يدخل لها فلوس من التيك توك ده؟ وياريت بقى تكبس كبس كتير جدا. تعالي يا اختي اغسلي معايا طبقين. الزمن ساعات يحطك قدام اختيارين عزاز عليكي، ولازم تختاري عشان الحياه تمشي. للحديث اكثر عن تفاصيل المسلسل معانا اليوم عبر الهاتف ضيفتنا اكيد مخرجه العمل المخرجه ياسمين احمد كامل، عشان اكيد بدورها تكلمنا اكثر عن المسلسل وكواليسه وخبايا. حياك الله استاذه ياسمين. اهلا بيك كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه اكيد، يعني نحن نبارك لك فيما تبقى من شهر رمضان المبارك. والسؤال اللي لازم اليوم ينسال ويدور في بالي بدايه الحديث معاك، كيف هل كنت تتوقعين حقيقه كل هذا النجاح للمسلسل وانت اليوم وسط موسم رمضاني مليء بالنجوم الكبار وبطلات المسلسل وابطاله؟ يعني تعتبر هذه اول بطوله دراميه لهم في الموسم الرمضاني، فهل كنت متوقعه هذا النجاح؟ بص بصراحة أنا كنت متوقعة نجاح، لكن مش بالكم ده ومش بالحجم ده، ويعني أنا ابتديت برضه استوعب متأخر شوية، يعني ما كنتش متخيلة بصراحة أنه هو هيبقى كده، بس كنت متوقعة النجاح لأن الموضوع مهم جدا والموضوع محدش ناقشه قبل كده، فأكيد كنت متوقعة أنه الناس تنتبه للقصة. جميل جدا، يعني النهاية كانت حزينة ومؤثرة، هل هذا كان مقصود لكي يجعل المشاهد يدرك أكثر عن مخاطر السوشيال ميديا أكثر من فوائدها؟ طبعا ده هدفنا، أن احنا نخلي كل الأهالي وكل البنات والولاد الشباب الصغيرين ياخدوا بالهم من مخاطر السوشيال ميديا، وان انه في حاجات نعملها وفي حاجات ما نعملهاش، وان الاهالي تاخد بالها برضو من عيالها برضو، يعني لازم نبقى ابديت وابجريد بالولاد وصلوا لايه وبيعملوا ايه بالظبط. ده كان مهم جدا، هو ده هدفنا من المسلسل. مخرجتنا اليوم بعد هذا النجاح الغير متوقع مثل ما ذكرتي حضرتك، منو الممثل او الممثله خلينا نقول بعد اللي بعد هذا النجاح تريدين العمل معاهم؟
بصي بصراحة أنا مش بركز، أنا عايزة أخرج لممثل مين، أنا بركز في القصة وبركز أناقش القضايا اللي أنا نفسي فيها. أنا عندي قضايا كتيرة قوي عايزة أناقشها، وأنا بقالي 3 سنين بحضر في ورق وقضايا وأفلام ومسلسلات نفسي أتكلم فيهم محدش أتكلم فيهم قبل كده، فده اللي بركز فيه. وصدقني غصب عني الورق بينادي صاحبه، فاهمني؟ وأنا دايما بحب أبقى out of the box، يعني أنا دايما بحب أبقى ما بناديش الحد اللي اللي هو اول واحد يجي في بالي، بحب اللي هعرف اعمل معاه تشالنج. جميل جدا. تابعتي مسلسلات مخرجتنا؟ بصراحه لا. هل ناويه مثلا حطيتي في الليست ان هذا المسلسل ان شاء الله بتابع بعد رمضان؟ شو الاسم؟ ناوية ممكن. انا بحب كامل العدد قوي من اول سيزون، فناويه اشوفه وناويه اشوف اشغال شقه. أكيد نحن نشكر مشاركتك معنا مخرجتنا القديرة والجميلة وأيضا المبدعة ياسمين أحمد كامل، كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة وهذه المعلومات وهذه التفاصيل، كل الشكر والتقدير. شكرا جدا، كلك ذوق، ميرسي، كل سنة طيبة. أنت طيبة يا مرحبا يا مرحبا. مشاهدينا مسلسلنا الثاني هو مسلسل العربجي بالجزء الثاني، تدور أحداث هذا المسلسل حول عبده العربجي باسم ياخور اللي يعمل قائد للعربات اللي تجرها الأحصنة، وهذا المسمى يأتي تحت مسمى عربجي كحرفة ثابتة في دمشق، وحينما يقع في حب فتاة تدعى ناجية وترفضه يحاول عبده فعل المستحيل للوصول إلى قلبها والتقرب منها. خلونا مشاهدينا نشوف معاكم الإعلان الدعائي للمسلسل ولنا عودة. بدك يعني انزل لهذا الكلب؟ دخلك لمعلم عبده كتير قوي؟ عبدو هو من شمشون بزاد. سلمة واحد بيهزم جيش؟ إذا نفكر إنك عم تتعامل مع خصم عادي بتكون ما بتعرف مين هو عبدو العربجي. عبدو ما عنده شي يخسره، ما بيخاف على شي إلا على عيلته. وتأتي أحداث الجزء الثاني استكمالاً للصراعات والمفاجآت اللي تركها الجزء الأول، حيث شهدنا صراعاً ملحمياً بلا نهاية بين أبو حمزة وابنه بسبب سعاد، وانتهت القصة بزواج أبو حمزة منها، ولكن يعود عبد العربجي بقوة بعد سيطرته على مخزون القمح ويخطط للانتقام ويقلب الموازين رأساً على عقب. في الجزء الثاني من المسلسل سينتقم عبد العربجي من أبو حمزة عبر استهداف نقاط ضعفه، وتتوالى الأحداث المثيرة غير المتوقعة في المسلسل اللي حصد جماهيرية عالية وعلى وقع ترقب المشاهدين بشغف وفضول المستجدات بقالب درامي مميز وحبكة فنية تتصف بالإبداع. لك هذا أبو حمزة ما حدا بيقدر عليه. يلا منو هذا بقى اللي ما بينقدر عليه؟ وإذا كان هو أبو حمزة أنت كمان أم حمزة وأنت اللي بتقدري عليه. العربجي من تأليف عثمان الجحا ومؤيد النابلسي وأخراج سيف الدين سبيعي وأنتاج جولدن لاين، ويقدم الجزء الثاني من مسلسل العربجي مفاجآت وأحداث مليئة بالإثارة ليضاف إلى قائمة الإنتاجات الناجحة في الموسم الرمضاني لهذا العام. سيف الدين سبيعي يبرز مهارته الإخراجية في العربجي حيث ينقل الجمهور إلى عالم فريد من التشويق والإثارة، استخدامه للأماكن الطبيعية والمناظر الخلابة يعزز تجربة المشاهد بطريقة ملموسة. ويشارك مشاهدينا في الموسم الثاني من العربجي عدة نجوم سوريين منهم الفنان باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري والفنانة ديما قندلفت. عبدو العربجي خذ كلابك وطلع من حارتي، يلي سرقته انت انا بعرف كيف بدي جيبه منك، لا تفكر اني ما بعملها. وحياة عينك بعملها وما بينهز فيي شعرة واحدة. يلا خذ زلمك وطلع من حارتي. وللحديث أكثر عن مسلسل العربجي بالجزء الثاني مشاهدينا حابين يكون معنا اليوم عبر الهاتف الفنانة القديرة نادين خوري. حياك الله أستاذة. يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير للجميع. وأنت بخير يا رب، ينعاد علينا وعليك بالخير والصحة والعافية. في البداية نبارك لك نجاح المسلسل. يعني اليوم أستاذة منذ عرض حلقاته الأولى حدثيني عن دورك وعن التعاون مع النجم باسم ياخور والنجم الكبير أيضا سلوم حداد في هذا المسلسل اللي هو العربجي 2. والله الحقيقة نحن من السنة الماضية المشاهد أكرمنا بأنه هو أعجب بالعمل وتفاعل معه واستمر بكل حلقاته أنه عم يشجعنا،
فصار في مبادرة بأنه يكون في جزء ثاني، وبناء على هذا الشيء انكتب الجزء الثاني. طبعا هلأ كمان المشاهد أكرمنا بأنه عم يتابع الجزء الثاني، والمشاهدات كتير جميلة ورائعة، وردة فعل المشاهدين جميلة. أنا دايما بتخوف من الأجزاء الثانية لأنه ما بنقدر نحقق النجاح بالعادة، لكن بالعربجي يبدو كمان المشاهدين حابين الجزء الثاني، يبدو هيك أنا، لأنه بعدني لسه بطور التصويب العمل الآخر، فما عم يكون معي وقت إني تابع، لكن عم تابع ردة فعل المشاهدين يلي أكرمونا بمحبتهم وباهتمامهم بالجزء الثاني. جميل جميل. يعني أستاذة نادين، بالحديث عن العربجي، ما المختلف اليوم في هذا الجزء عن الجزء السابق واللي أعجب به الجمهور وتفاعل معه؟ يعني شو المختلف، شو الاختلافات الرئيسية بين الجزئين؟ هلأ أخي الكريم، أكيد المشاهد صار واضح بالنسبة له بعد ما قطعنا مسافة منيحة من عرض العمل الجزء الثاني العربجي، أنه في خطوط جديدة، في شخصيات جديدة، في صراعات أخرى على خطوط تانية، وهذا واضح بتصور للمشاهدين. يعني نحن حريصين أنه ما نقدم مادة بسيطة أو سطحية، لازم دائما نكون واعيين بأنه نحترم عقل المشاهد ونخاطب وجدانه بشكل كتير راقي ومحترم. جميل. يعني أستاذة نادين، اليوم ما رأيك في مستوى الدراما السورية هذا العام، وشو الأعمال اللي تابعتيها أنت شخصيا غير مسلسل العربجي؟ والله يا عيوني، أنا يعني بدك تعذرني بقصة المتابعة، لأنه أنا عم صور أولاد بديعة لسه ما خلصنا تصوير، فأنا ما عم يكون عندي فرصة إني تابع حتى أعمالي اللي أنا اشتغلتها، ما عم يكون معي وقت إني تابعها. لكن الدراما بشكل عام، الدراما السورية بعد مو انقطاع، بدنا نقول شوي انحسار للدراما السورية بالفترة اللي مرت فيها سوريا بالأزمة، كانت موجودة الدراما السورية، لكن أنا برجع بقول هلأ إنه ما زادت نهائيا، لكن صار عدد قليل من الأعمال تتأنتج بالخلال 13 سنة. لكن هلأ أنا بقول أنه الدراما السورية صار في لها حضور أقوى، ورغم أنه الأعمال قليلة لكن حضورها أصبح أقوى بالفعل. لأنه هي تقريبا عم تلامس الواقع الاجتماعي، وهذا الشيء دائما هو الناجح. أستاذة نادين، بالنسبة لك يعني هل نجاح المسلسل الرمضاني أمتع وأفضل من أي نجاح آخر خلال موسم أو نقول أشهر السنة الأخرى؟ أكيد، لأنه هو طقس. يعني أنا دائما بيقولوا لي أنه بدهم يعملوا أعمال خارج السباق الرمضاني، خارج شهر رمضان المبارك، فأنا بقول لهم لا، ما رح تنجحوا، لأنه هذا طقس المشاهدين بيستنوه من السنة للسنة ليعيشوا هذا الطقس وهن صائمين، فهذا بالعكس ما فينا نلغيه، وهذا السباق هو الأنجح وهو الأجمل. في بعض الأعمال طبعا عم تتنفذ وعم تتنفذ لتنعرض على منصات أو تنعرض خارج السباق الرمضاني، ما في مشكلة بهي الأعمال، لكن السباق ضمن شهر رمضان الكريم ما فينا نلغيه من حياتنا، لأنه هو طقس كتير رائع ومقدس وجميل وموجود بصلب العائلات العربية، فما فينا نحن نلغي هذا الطقس لأنه هو راقي وجميل. صحيح، كل الشكر أكيد لك الفنانة القديرة نادين خوري، كنت معانا عبر الهاتف، كل الشكر على هذه المعلومات وهذه التفاصيل وهذه المداخلة، كل التوفيق لحضرتك. ألف شكر لك، كل عام وانتم بخير، رمضان وانت بألف خير يا رب، وعيد مبارك للجميع، يخليك، ألف شكر. يا مرحبا الساعة، حياك الله. مشاهدينا وصلنا لفقرتنا أكيد الماستر سين. على فين يا عروسة؟ سيبني يا حسن، أبوس إيديك والنبي سيبني، ابعد عني. أنا هسيبك يا شيماء وأنت براحتك، بس أنا مش وحش. وجاية لعندي لهون لحتى تحميني من عبده؟ مو بس لأحميكي، لأحمي عبده ورجاله وكل الناس البرية اللي رح تروح فرق أملي بحربكن هاي. مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج دراما تايم، ترويونا باكر بنفس الموعد لكن بمسلسلات مختلفة متنوعة نكشف خباياها وأسرارها معاكم من شاشة قناة الظفرة. نتمنى لكم حياة سعيدة.